جزاك الله خير وسلمت هذه الأنفاس. الحمد لله الذي جعل العلم رحما بين أهله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأهله. عطوفة المهندس أحمد سمارة زعبي، نقيب المهندسين الأردنيين راعي المؤتمر، الأستاذ الدكتور محمود الكوفحي رئيس منظمة جامعة الأردنيون خريجو جامعات أمريكا الشمالية، أصحاب العطوفة والسعادة الأكارم، الأساتذة العلماء الفضلاء، الحضور المكرمين، فهذا يوم للشمس فيه شعاع مختلف، إذ تمتزج فيه علاقة المشرق وحضارة المغرب، وتمتلئ فيه الوجوه النضرة التي خفت تنسل من كل حدب لتشهد منافع لها في نقابة المهندسين الأردنيين المهيبة، التي ينبعث فيها فخر عظيم، وقد تتلمذ وتدرب وتأهل فيها قادة المجتمع الأردني بكافة أطيافهم، ومنهم من جابوا الآفاق وخلفوا وراءهم ذكرياتهم الصغيرة في بلدهم الأردن، وأغنوا بأردنيتهم معاهد العلم وعادوا أكثر ألقا وأجمل فكرا وأنصع عبارة، واستطاعوا بإقدامهم وعزائمهم أن ينثروا الورود في دروب جامعاتهم الأردنية ومؤسساتهم ومدنهم وقراهم الأردنية الواضعة في صدر الزمان. ومنهم من طابت له الديار فعمل في تلكم الجامعات أو الشركات أو المؤسسات، ولكن عينه ما زالت تصبو إلى مرابع الصبا وأيام الشباب، فهو يطل عليها من أفق جميل من ذات الغرب إلى حيث درج وخرج. والآن مع موجز سريع عن منظمة جنة من خلال هذا الفيديو القصير، فلنشاهده معا. ¡Gracias!
من أصلاب التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. تقدم جنى خبراتها للأعضاء وللمجتمع الأردني بكافة أطيافه في مختلف المجالات التي تتعلق بالدراسة والعمل، خاصة في شمال أمريكا. ويمكن من خلال جنى بناء برامج تعليمية وإدارة ندوات أكاديمية أو مهنية في مختلف مجالات العمل والمعرفة، حيث تولي جنى حاجة الأعضاء وخصوصا الشباب أهمية كبرى وتزودهم بفرص للتدريب واكتساب الخبرات والإرشاد في الأمور التي تتعلق بالدراسة في العمل في المؤسسات الأكاديمية والمهنية. تشتمل الأهداف بعيدة المدى لمنظمة جنى على توظيف المعرفة والخبرات والموارد لخدمة المجتمع الأردني وتعزيز الأنشطة العلمية. تتبنى جنى مبدأ تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين الأعضاء، فيقف الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن الخلفيات العرقية أو الدينية، وتقدم جنى خدماتها للجميع دون اعتبار لأي من هذه المعايير. اسمحوا لي أن أقدم إليكم رئيس رابطة الأردنيين خريجي جامعات أمريكا الشمالية جنى، الأستاذ الدكتور محمود الكوفحي، وهو من مفاخر الأردن الذي تخصص في الفيزياء النووية وعمل في عدد من الجامعات الأردنية، ثم استقرت به عصا الترحال في جامعة بيكر في ولاية كانزاس. وحين أصفه بفخر الأردنيين فهو كذلك، لأنه من القلة المباركة من الأردنيين الذين تخرجوا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وهي الجامعة السيدة في العالم إلى جانب هارفارد وجامعات أخرى. رحبوا معي بالأستاذ الدكتور محمود الكوفحي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة المهندس أحمد سمارة زعبي نقيب المهندسين الأردنيين الأكرم، الزميلات والزملاء المشاركون في اليوم العلمي الخامس لمنظمة جنى المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنها لفرصة طيبة أن ينعقد هذا اللقاء العلمي الخامس لمنظمة جنى في رحاب نقابة المهندسين الأردنيين العزيزة. فباسم منظمة جنى الأردنيون خريجو أمريكا الشمالية، يطيب لي أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لعطوفة المهندس أحمد سمارة الزعبي نقيب المهندسين الأردنيين على تفضله برعاية هذا اليوم العلمي لجنى الذي ينعقد تحت عنوان تطوير الموارد البشرية والطبيعية. الزملاء الأفاضل، نحن نعلم أن الموارد البشرية
تختص بالقوى العاملة وكل ما يتعلق بها من حيث الاختيار والتوظيف والتدريب والتقويم، وأيضا متابعة امتثالها لقوانين العمل، بينما الموارد الطبيعية تختص بالموارد الموجودة في الطبيعة والتي ليس للإنسان أي دور في وجودها وتكوينها، وتشمل النفط والغاز والخامات المعدنية مثلما تشمل موارد المياه والغابات والنباتات وغيرها. يوما بعد يوم يتأكد أهمية الموارد البشرية والطبيعية لأي دولة في سعيها للنهضة والتغلب على مشكلاتها. إن الموارد البشرية تشبه الموارد الطبيعية من حيث أن كلاهما غالباً ما يكونان دفينين في الأعماق، وأن علينا استنباط الطرق والوسائل اللازمة للكشف عن هذه الموارد التي لا تكون متواجدة على السطح في معظم الأحيان، ولا بد من بذل جهود حثيثة لنتمكن من الكشف عنها. من هنا جاءت فكرة هذا اللقاء العلمي بين منظمة جنا ونقابة المهندسين الأردنيين الذي يتضمن ثلاثة محاور معنية بتطوير الموارد البشرية والطبيعية، حيث يدور المحور الأول حول التفاعل بين الجامعات والنقابات مع التركيز على فرص العمل والتدريب، بينما يدور المحور الثاني حول إدارة المصادر الطبيعية في الأردن مع التركيز على المياه والبيئة، ويغطي المحور الثالث موضوع القيادة وإدارة الموارد البشرية. المهندس أحمد سمارة الزعبي راعي الحفل. الحضور الكرام، إنه لشرف كبير لي أن أقف اليوم أمامكم في هذا الصرح الأردني النقابي المتميز لتعريفكم بمنظمة جنا الأردنيون خريجو أمريكا الشمالية التي كان لي شرف في تأسيسها مع نخبة من الزملاء قبل 4 سنين لتنمو وتصبح اليوم شبكة قوية تضم في عضويتها 11,000 من أبناء الأردن المنتشرون في داخل الوطن وخارجه. منظمة جنا منظمة غير ربحية وغير سياسية وغير دينية، أعضاؤها من المحترفين وأصحاب الخبرة الأردنيين الذين تلقوا تعليمهم وتدريبهم في جامعات أمريكا الشمالية في مختلف التخصصات من طب وهندسة وعلوم واقتصاد وإدارة وغيرها، والعاملين في قطاعات التعليم العالي والصناعة، يشكلون معا شبكة قوية يتواصلون من خلال الإنترنت، حيث يتم تنسيق أنشطتها وتدار معظم اجتماعاتها في الفضاء الإلكتروني، مما يتيح لها أن تكون ممتدة في العالم كله. تتبنى جنا العمل التطوعي والخدمة العامة كمنهج لها، حيث يتحرك أعضاؤها لتلمس المشكلات والمعوقات التي تحترض شتى القطاعات في الوطن، ويتم تنظيم الأنشطة العلمية المناسبة بمشاركة أصحاب الخبرة الأردنيين للتباحث في هذه المشكلات. ويأتي لقاؤنا اليوم للتباحث في تطوير الموارد البشرية والطبيعية استكمالاً للقاءات عقدت خلال السنوات الأربع الماضية في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك والجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة، وبحثت في مواضيع أخرى هامة. تصنع جنا قراراتها بكل شفافية بالطرق الديمقراطية وفقاً للأسس المتبعة في المنظمات الدولية غير الربحية، ووفقاً لتوجهات الهيئة العامة، ويشرف على إدارتها هيئة تنفيذية تضم في عضويتها 24 من الزملاء
الذين يحرصون على إرساء قواعد وثقافة العمل التطوعي والتسابق في الخدمة العامة. ليس هناك أي رسوم أو تكاليف للانضمام إلى عضوية المنظمة. ختاماً، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى الزملاء في اللجنة التحضيرية للمنتدى على ما بذلوه من جهد في الإعداد لهذا اللقاء، وهم أستاذ دكتور سعد مريان رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة الزملاء أستاذ دكتور فراس العالي، وأستاذ دكتور عبير غنانيم، ودكتور صبري شبول، ودكتور رنا صمادي، ودكتور لينا الحمود، ودكتور جميل وخيان، ودكتور محمد المصري. كما أتقدم بموفور الشكر وعظيم التقدير إلى الزملاء دكتور أنيس شطناوي، ودكتور بشار طرامنة، ومهندسة صبا السيوف من نقابة المهندسين على الجهد المتميز الذي بذلوه في الإعداد للمنتدى. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وأتمنى لكم يوماً حافلاً بالإنجاز والعطاء، ومعاً نسير من أجل الغد الأردني الأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر للأستاذ الدكتور محمود الكوفحي على هذه الإضاءات التي تنفعنا حالاً ومستقبلاً إن شاء الله. لقد ارتقت نقابة المهندسين الأردنيين وعلت، وصارت ذات شأن لا يجارى يتلوه تميز. الحديث عن نقابة المهندسين حديث مليء بالفرح والتفاؤل، كيف لا، وهي التي تبث فينا دائما الروح الوثابة والأمل في قدرة العمل النقابي على قيادة المجتمع وتنظيمه من خلال تدريب المهندسين وخدمتهم والتأهيل والاعتماد المهني ورفض المجتمع الأردني بالقامات العلمية والفنية والمهنية. والآن مع كلمة عطوفة المهندس أحمد سمارة الزعبي نقيب المهندسين الأردنيين، فرحبوا معي به، فأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لكم جميعا. باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس نقابة المهندسين، نرحب بكم أجمل ترحيب، ورحب بالدكتور محمود الصديق الوفي والأردني المميز الذي أينما حل وأينما رحل فالأردن في قلبه. وأشكر اللجنة التحضيرية التي ساهمت في عقد هذا اللقاء. نلتقي اليوم والأردن يمر في لحظة صعبة لم يشهدها منذ تأسيس الإمارة، حالة من الخوف والقلق. كل شعوب الأرض تخطط للمستقبل إلا نحن في هذه الدولة نخاف من الغد ولا نستطيع أن نرسم حتى أحلامنا، نسينا أن نحلم. نعيش في أجواء كوشنير، وأنا بدي أعتذر للتحكي سياسة وتحكو سياسة. كوشنير مؤهلاته أنه جوز بنت الرئيس، بيقرر يحط خطة زمنية لإنهاء صراع انجبلة ترابنا بالدم مشانه، وتحطمت أسر وأحلام وهويات. بكل بساطة 50 مليار من 450 اللي أخذت من دول الخليج بده حل القضية الفلسطينية. فشل كوشنير واللي وراء كوشنير. فلسطين أرض عربية
وستعود دولة عربية حرة مستقلة رغم عن كوشنير ومن خلف كوشنير. لن نفرط بذرة تراب من أرضنا. هذا بالنسبة لنا يقين غير قابل للمساومة. وتبعها أيضا هذا الاختراق الصهيوني على مقام النبي هارون. ونتفاجأ أن الحكومة تعلم عن محاولات سابقة بهذا الإطار وعن محاولات بعض الصهاينة لدفن عملات صهيونية في طبقة فحل وفي عيون موسى وفي البتراء مشان يرجعوا بعدين يقولوا من أقبولكوا أثار للدولة الصهيونية. وحكومتنا ترفع أسعار الوقود وحكومتنا غائبة. ورغم إيماني أن لحظة الوعي الحالية أكثر نضجاً من أي مرحلة خلت، إلا أن حجم الهجمة أكبر من قدرتنا على الاحتمال. وبدناش نصرخ ونقول يا وحدنا، لا، في هناك دروس علمتنا أن الشعوب تنتصر. لا يمكن الشعوب تنهزم، القيادات بتنهزم بس الشعوب ما بتنهزم. وبالتالي تمسك الشعوب العربية بحقوقها وبثوابتها ستحقق الانتصار وإن طال الزمن. نقابة المهندسين كما عاهدنا الناس وكما أقسمنا وبالائتلاف مع النقابات المهنية، نعم نحن ضمير الشعب الأردني، نتصدى بكل ما أوتينا من قوة لكل السياسات الحكومية ولكل المؤامرات على هذا البلد، لكن ضمن حدود الإمكانيات النقابات المهنية، لأنه بالنهاية هذا حراك جماهيري وحراك شعبي. وسنواصل هذا الدور بالتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد هذا البلد. أيضا وانطلاقا من عقد هذا الملتقى، تهتم نقابة المهندسين بالتشبيك مع كل المنظمات الهندسية والجامعات والاتحادات والأندية، لأن التواصل عنصر أساسي في تبادل المعرفة وفي الاحتكاك وفي نقل الخبرات وفي تقديم الخدمات. ووقعنا عدة اتفاقيات سابقة في هذا المجال ولدينا رصيد من هذه الاتفاقيات، ونأمل أن يشكل المهندس الأردني أينما كان، لا أقصد فقط خريجين أمريكا الشمالية بل كل المهندسين الأردنيين المتواجدين في كل بقاع الأرض، أن يكونوا الأسرة الحاضنة للمهندس الأردني القادم أو الباحث عن المعرفة أو الباحث عن الإرشاد. بالفلاح مالنا غير بعض. اليوم حتى المجتمعات العربية تتجه نحو القطرية، سعودي وكوتني وقطرني ومصرني. طب بدناش احنا نقول أردنة، ابدا عمرنا ما قلنا أردنة. احنا منذ تأسيس الإمارة واحنا وحدويين ل 1957 صار رئيس وزراء من الأردن، وكلهم كانوا من الوطن العربي، لبناني او سوري او عراقي او ألباني. ولليوم احنا نسيجنا الاجتماعي يحمل في بنيته الأمة العربية، واحنا صدرنا مفتوح للأمة العربية، للسوري وللعراقي وللمصري ولليمني. لن نذهب باتجاه الأردنة، سيبقى قررنا الأمة وسيبقى توجهنا الأمة، ونفخر إنه جيشنا مش أردني، جيشنا عربي. وأول ما غنينا وإحنا أطفال غنينا يا جيشنا يا عربي، ما غنينا يا جيشنا يا أردني. ولا مكان للدولة القطرية في هذه المرحلة أمام الهجمة، لا مكان للدولة القطرية. الدول القطرية عم تنهار واحدة وراء الثانية، ولا بدنا نندمج ونصير دولة عربية الواحدة اللي كنا ننادي فيها بالثلاثينات. هذا حلم على الورق والروايات، بس في تنسيق عربي مشترك وفي مشاريع عربية مشتركة وفي صناديق عربية مشتركة نقدر نوحد المناهج، نقدر نوحد الخطط الدراسية، ونقدر نبحث عن مساحات تشبيك للوحدة.
راح نتحدث بكثير من الملفات حول الموارد البشرية والطبيعية والإمكانيات اللي بنشتغل فيها. حبيت أصبح عليكم وأرحب فيكم في نقابة المهندسين. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا عطوفة نقيب المهندسين المهندس أحمد سمار الزعبي على هذه الكلمات الجميلات. إنما جعلت جنة اسما فقط من أجل الهوية، وإنما تميز الأشياء بأسمائها. بيت جنة هو بيت لكل من يريد أن يخدم الأردن. بيت جنة مفتوح لكل الأردنيين، كل من يصبو لخدمة هذا البلد فهو جنة. فأهلا وسهلا بالجميع، وأهلا وسهلا مرة أخرى. والآن فليتفضل رئيس منظمة جنة الأستاذ الدكتور محمود الكوفحي بتقديم درع التكريم لعطوفة نقيب المهندسين المهندس أحمد سمار الزعبي. فأهلا وسهلا.